نتطلق. هل عليكي تقوليها تاني يا بسمة؟ انت عايزها زي ما انا عايزاها بالظبط يا حمدي. انت اتدبست فيها عشان موضوع الحمل ده، وربنا حلها من عنده. انت شايفه ان انا اتدبست فيكي؟ انت اللي شايف كده يا حمدي مش انا، وقلتها قدام الناس كلها. كل نفس وبصه منك كانت بتحسسني بيها، حتى وانت بتعتذر لي وبتقولي انك عايزني كانت طالعه منك كدابه ومتمثله وحش. انا عمري ما كدبت عليكي. لا كدبت وكتير، وكنت فاهم ان انت انبه خلقه وعارف تضحك عليا، مع ان انا بقى اللي كنت بضحك عليك عشان عامله ان انا مصدقاك. بس انا بقى خلاص فاض بيا ومش عايزاك يا حمدي. طلقني. مش هطلقك يا بس، عشان انا بحبك ومش بكدب ولا بمثل عليكي. وانا مش عايزاك. مش من قلبك. قلبي مات، وما تسالنيش مات ليه، عشان ما تبقاش قاتل قتيل وماشي في جنازته. وانا هعمل بالاصول ومش هكبر الموضوع بقى واروح استنجد باختك وكده، عشان هي فيها اللي مكفيها. بس بيني وبين نفسي يا حمدي انت متحرم عليا زي ابويا واخويا كده بالظبط، وهتطلق. هتنام ولا انزل لك نشرب كاسين وسجارتين؟ ما انت مش عايز تقول تشرب ايه، فقلت اجيب لك حاجه على مزاجي. انت عندكم هنا بقى متعودين تضيفوا الناس بالخمره؟ خمره اسمه درينك. درينك زي ما زهريه بقى اسمها ناردين، وزي ما صفوت بقى اسمه خالد، وزي ما شرباب بقى اسمها شوشات. ياه ده انت متابعه جامد. اختك حديث المدينه يا نجم. طيب بالنسبة لجوزك بقى، لو جه وطب علينا هنا في بيته ولقاني معاكي وبناخد درينك، ده عادي عندكم؟ لا مش عادي، بس فؤاد مسافر. ولما هو مش عادي طلبت مني اجيلك ليه؟ علشان وحشتني، علشان في كلام كتير قوي محتاجين نقوله لبعض، مش كده؟ لا مش كده، عشان الكلام اللي بينا خلص من زمان. لما هو خلص جيت ليه؟ علشان وحشتك؟ جيت عشان ما قدرتش اقاوم فضولي الحقيقه، كنت هتجنن وعايز اعرف عايزه مني ايه تاني. كنت عايز اشكرك. تشكريني؟ طبعا، ما انت السبب في الامل اللي انا فيها دي كلها. انت لما كنت اشتردتني من بيتك يوم ما جيت استنجد بيك، كنتش هرجع تاني لفؤاد، ما كانش هيتجوزني، ما كانش هيعمل مني نجمة. طب والله كتر ألف خيري، مع إن الصراحة ما كانش قصدي. أنت عارف فؤاد مسافر ليه؟ عشان يخوني. ياه وهي الخيانة محتاجة سفر؟ هو ده اللي لفت انتباهك؟ بقول لك جوزي بيخوني. وأنت جايباني هنا ليه بقى؟ عشان تردي له الخيانة دي؟ لو على الخيانة في مليون ألف كلب لسانه مدلدل عليا. طب ما هو انت كده بتخوني، مجرد انك تدخليني بيته وهو مش موجود، واكيد طبعا مش هتقولي له ان انا جيت، دي اسمها خيانة. على فكرة انت لو محترم قوي كده ما كنتش هتيجي، حتى لو كنت وطيت على رجلك وبصتها. بس انت جيت علشان انا كمان وحشتك. لا انا جيت عشان احس ان حق رجع لي، وجيت كمان عشان اتاكد ان البساطه اللي كانت بتفلت منك واحنا بنصور الاغنيه، والطريقه الواطيه اللي كنت قصده تتعاملي بيها معايا قدام الناس، كل ده ما كانش ليه غير معنى واحد، انك حاسه بالذنب قوي ناحيتي وندمان عليا. مين اللي قالك بقى ان انا كانت بساطتي بتفلت مني؟ انا كنت ببقى قصدها، كنت ببقى خايفه ما تكونش واصله لك.
وانا جايباك هنا وجايبه معاك من الاخر يا خالد، ومش هكابر عليك وهقولها لك تاني، وحشتني. لا يا امي ميرسي، ربنا يخليكي، انا هشرب شاي بس. معقوله يا حبيبي؟ معقوله هتنزل من غير ما تفطر حبيبي؟ ياه، بقالي كتير قوي يا امي ما قلتيهاش. يا اخويا ولازم اقولها، انت ابني حبيبي، ولا انت شاكك في كده؟ لا انا مش شاكك، انا متاكد اصلا، بس انا قصدي ان انت ما بتقوليهاش غير لما بتكوني راضيه عني. حتى وانا مش راضيه، انت ابني حبيبي، ابني حبيبي الغالي، مدير عام مؤسسه حكيمه كلها. الا قول يا حبيبي، هي ما قالتلكش عايزاك ليه؟ دلوقتي تنزل وتقول. طيب بالنسبه يعني لمرتبك بقى قد ايه؟ اضربي مرتب الاولاني في 4. اللهم صل على النبي، الله اكبر. خصيمك النبي ما تقول لحد، خايف عليك من الحسد والعين. اديك شايف حصل ايه؟ قالوا ورث الشيء وشويات، بعد عنك اتكعورت وشفت كسرت اهو. اقول لك ايه؟ مش هوصيك، ها؟ اليومين اللي جايين دول انا عايزك بقى تحط عينيك في وسط راسك وتمسك العصايه من النص وتخلي شربات بقى تحبك وتامن لك، وفي نفس الوقت اوعى انت تامن لها ابدا، فاهم؟ وموضوع رشا عايزك تهتم بيه، تهتم بالموضوع ده والموضوع ده، الاثنين جنبا الى جنب. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ايه اللي خليك تجيب البنت دي؟ ما بحبش الصبح بوشها ابدا. حرام عليكي يا امي، حرام عليكي، دي ذنبها ايه؟ دي بنت صغيره ملهاش اي دعوه. في حد يا اخويا ما يرضاش يصطبح بالقمر تاني يا لوزة انت؟ صباح الخير يا رشا. صباح النور. طيب اسيبكم بقى عشان تتكلموا براحتكم. لا معلش يا عمتو خليكي، هما كلمتين بس عشان مش عايزه اعطل ياسين كمان عن الاتيليه. اطمني يا رشا، انا مش هستلم شغل الاتيليه غير لما اسلمكم المحل. ما انا عشان انا ونادية هنستلم المحل، انا جايه اسلمك جميله. سلمي ايه؟ هتسلمي له ايه؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انا عندي شغل في المحل انا ونادية، ومش هنبقى موجودين في البيت طول النهار، وما ينفعش برضو ناخدها معانا المحل وانا عندي دراسه برضو، وبعدين حضرتك مش طايقاها، وانت لازم تتصرف اظن، يعني لاقي ناني بقى ولا نيرسري ولا اي حاجه. اطمني اطمني، انا هتصرف. عموما انا متشكر قوي لانك كنتي مهتمه ومسؤوله عنها فتره. طب انا عايز اعرف بقى ان شاء الله هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه باذن الله؟ مال الموضوع بقى مهم قوي بالنسبه لك فجاه يا عمته؟ لا يا حبيبتي، لا مهم ولا نيل، ان شاء الله حتى ارميها في ملجا. بس انا شايف يعني انه اليومين اللي جايين دول هيبقى مشغول قوي قوي، مسؤولياته كترت يا حبيبتي. بين المحل والاتوليه مش معقوله يعني، ده حتى والله ومالك عليا حلفان لسه بيقول لي انا زعلان قوي، مشغول قوي قوي على رشا، هتبقى تعبانه بين المحل وبين مذاكرتها، مش كده يا يويو؟ يويو، انتوا ناويين تنزلوا المحل امتى؟ محل ايه اللي هينزلوه؟ شوف لي حل الاول في دي. يا ماما حاضر حاضر يا امي، هتصرف والله، حاضر هشوف لها حضانه. حاضر. لا حضانه ايه اللي هترمي فيها حته لحمه حمراء زي دي؟ وبعدين كل شويه بقى هيزعجوك، الو تعالى جري البت سخنت، الو تعالى الحق البت وقعت، وبعدين هتيجي من شغلك مرهق بالليل وتفضل انت بقى تاكل وتردع وتغير، ما ينفعش يا ابني. الله معلش يا عمته، هي معاها ناني برضو يعني. ايوه بس يعني الايام اللي جايه محتاجين نركز مع اسمها شربات دي، والبنت بقى هتشغلنا. انا هحصل على نفسي مثل منى بنزهير وهخلي بالي منها، قصدي هخلي بالي من الناني اللي بتخلي بالها منها. انا داخل الحمام. فاكر يا يحيى لما كنت قاعد قدامك هنا من 5 سنين وعامل زي التلميذ ومش عارف افتحك ازاي ان عايز اتجوز مامتك؟ فاكر يا عم، حتى انت ما قلتليش يومها، انا اللي لما صعبت عليا قلت لك اني موافق، بس ماما كانت ملسانه على كل حاجه.
طب جايبني ليه بقى المرة دي؟ يعني قلت نغير وهندردش سوا وكده. ماشي، وإيه كمان؟ و تحكي لي عن نوادر عيلة طنط عواطف. وأحكي لك أنا ليه؟ ما هي بتحكي لك أول بأول، وأكيد هالة بتحكي أحسن مني، دي شغلتها. أنا كمان أمك مرسياني. بجد؟ ده أنا قلت لها ما تقولكش أي حاجة. ما هي كمان قالت لي ما أقولكش إنها قالت لي، وأنت مش هتقول، صح؟ صح. عايز إيه بقى؟ عايز أطلب منك إيه هالة يا عمر؟ وأنا عمري ما كنت أتمنى ألاقي البنت عريس أحسن من ابني. وأنا عمري ما أخليك تندم على موافقتك دي أبداً. أنا متأكد. بس إحنا عندنا كارثة. عارف. بس هنلاقي لها حل. حل منين يا ابني؟ أكيد مش هتتجوزوا في السر أنتوا كمان ونخبي على أمها. لا يا عم أكيد ما أقصدش كده طبعاً. يبقى إحنا مش عايزين نلاقي حل يا يحيى. إحنا عايزين نلاقي معجزة. خير يا عواطف؟ ايه اللي منزلك لغايه هنا؟ كنت تكلميني اطلع لك. عايز اتكلم معاك بعيد عن الفيلا واللي فيها، خايف حد يتصنط علينا ويسمعنا. حبيبتي ما حدش هنا بيتصنط غيرك. ها يا عواطف قولي لي عايزه ايه؟ انا لازم انام، عندي رحله بدري. اخويا يا بختك يا بختك اللي بتعرف تنام. ازاي بتقدر تغمض عينك بعد المصايب اللي حصلت دي كلها؟ لما ارجع كلنا هنروح لمحامي كويس، كسب قضيه جامده جدا لواحده صاحبتي، هندي له توكيل مننا كلنا ويشكك في الوصيه الوهميه اللي سايبها حكيم. جرى ايه يا حاتم؟ بتضحك على مين يا اخويا؟ على نفسك ولا عليا انا؟ مفيش محامي هيعرف يجيب لنا حقنا من شربات ابدا. كله بقى متسجل وكله قانوني يا حبيبي. اه وبعدين لا انا ولا انت معانا اي ورقه تثبت ان انا وانت تنزلنا لاخونا حكيم عن الميراث بتاعنا من ابونا. يا عواطف يا عواطف انا مش طالبه معايا انا حد يقفلها في وشي دلوقتي، ما تعمليش زي جوزك. مش هعمل زي جوزي، بس بقى الحق يتقال هي متقفله ومتقفله قانوني كمان. بس اختك بقى عواطف قعدت كده وعصلت مخها كويس قوي ولقيت طريقه، انما ايه هي؟ بص بقى لو الطريقه دي اتنفذت زي ما انا عايزه احنا هنرجع فلوسنا كلها من شربات. طريقه ايه بقى؟ اخوك حكيم ده عمره يعني كان كده فييس ولارج وبيدي أي حد فلوس من غير ما يفكر ألف مرة. لا يا عاطف، عمره يعني كان حنين كده وبيرش على اللي حواليه فلوس؟ برضو لا. عمره يعني كتم مليم أحمر ولو حتى مصدي ليك ولا ليا ولا لحد من بناته؟ يا عاطف ما تقصري بقى، بقولك عندي رحلة بدري الساعة 6 الصبح. بقولك إيه وحياة أبوك، خلقك الضيق ده بلاش منه. اللي عايز أقوله لك بقى، عايز صبر أيوب يا حبيبي. ايه السبب اللي يخلي اخويا حكيم اللي بيحسبها بالسحتوت ده يكتب نص فلوسه للبت شربات؟ انتقام، انتقام مننا كلنا علشان اللي عملناه فيه لما اتجوزها. يا اخويا اسم الله بلا نيله، قلبك ابيض. يا ما عملنا فيه اوسخ من كده بكتير، عمره ما انتقم بالطريقه دي. كان ديتها يعني يقطع من لحم الحي، ما يربحش بنت من بناته، لكن عمره ما يفكر ابدا ان يكتب نص فلوسه لحد. ما هي الوليه دي مش اي حد، دي بتدلعه وبتهننه، تاكل بعقل حلاوه، تقف له قصادنا كلنا. ضحكت عليه، خليته يحبها. يحبها، اللهم صل على النبي. اديك وصلت بقى لمربط الفرس. اقطع لك تذكره معايا بقى على رحله بكره، اصل الرغي بتاعك ده شكله مش هيخلص الليله دي، ما تقولي حاجه مفيده. الحب يا حاتم، الحب هو اللي عمل المعجزه مع صنم من اصنام الكفار اسمه حكيم الله يرحمه. طب ليه الله يرحمه بقى؟ اقفل بقك وفتح ودانك كويس قوي واسمعني.
الشيء الوحيد بقى اللي هيخلينا ناخد حبابي عينين شوشات قلب هو الحب. شربات لازم تدلي عليك، لازم تقع في غرامك. اكتشفت اني عمري ما حبيت قبل كده. كل اللي عرفتهم وحسيت اني بحبهم دولكم، والاحساس ليكي دلوقتي تكون تاني خالص. وانا كمان يا حاج، عمري ما حسيت ان انا حبيت قبل كده خالص. جران الرجاله اللي عرفتهم قبليك ما يجوش حاجه في سوق الرجال جنبك، حتى اخوك ما يجيش عماصه في عينيك الحلوين. أنا عمري ما سمعت كلام حلو زي اللي بسمعه من شفايفك. أنا عمري ما سمعت كلام حلو زي اللي بسمعه من شفايفك. أنا كمان عمري ما حبيت بصت راجل ليا قد ما حبيت بصتك ليا. نفسي أصدقك بس خايف وامسك إيديها. نفسي أصدقك بس خايف وامسك إيديها. امسك إيدي مين؟ يا غبي امسك أنت إيديها وركز بقى، هتودينا بداية. ايوه خايف اصدقك. خايف من ايه يا كبدي يا قلبي؟ ما تخافش. انتي فين وانا فين؟ انتي فين وانا فين؟ اوعى تقول كده. انا كل حاجه املكها هخليها كريم تحت رجليك. هتجيبي لي حقي في المراسي شربات؟ انا اختي عواطف. يا عيون شربات، كله يا شربات، كله يا روح الروح. قول لها وعواطف. حبيبتي يا برودري. يا ولد يا ولد، قول لها وعواطف. يا ولد انت يا ولد، قول لها كلمة حلوة مش عواطف. ايه الصوت ده؟ ده صوت دقات قلبي. حاتم انت بتعملي ايه يا شربات؟ في ايه؟ بتعملي ايه يا شربات؟ ايه ده؟ قسما بالله، اما كنت تقول لها انك عايز فلوس، لا اطلع بقى قول لها كل حاجه، وقول لها انك بتمثل عيال دولتك كلها، وانك انت اللي بتحبها ولا حاجه، وبتعمل كل ده يا انتوا عيله واطيه ونجسه، وانا هطلع عين ابوك. مش انا دي عواطف؟ امال دي عواطف يا شربات؟ امال عواطف؟ عواطف يا شربات مش انا. هقتلك انت وعواطف. ها؟ ده انا مش هسيبك انت. الله يسامحك يا عواطف. يا اخويا ما اعرفش ازاي، المهم بقى انها لازم تحبك. وزي ما الحب خلى حكيم يكتب لها نص فلوسنا انا وانت وعياله، ما فيش غير الحب برضو اللي هيخليك تعرف تاخد الفلوس دي من حبيب عينيها. يا اخويا اسم الله عليك، مش عامل لي فيها دونجوان زمانك وبتوقع في غرامك اي واحده تعرفها؟ وريني بقى، فكر ازاي هتوقع ست جوشات في غرامك. يلا وريني. لا مش مستحيل، الحب يا حبيب ما يعرفش المستحيل، ولو حتى يعرفه مفيش مستحيل هيخلينا ما نرجعش الفلوس يا حاج. يا معلم المستحيل الحقيقي انها نسيبها تتهنى بحقنا ونستكفى بالكام مليون دول. فهمني يا حاتم، ولا صعب ولا حاجة. بص بقى، لو فكرت بزمة وسبكت الدور عليها ممكن جدا ندخل عليها الفيلم وتفرح بي كمان. شو بقى لما واحدة زي دي تلاقي واحد زيك قمر وصغير ومدوب قلوب العذارة وغير العذارة، وتصدق ان دايب فيها دي مش تسلم وترجعنيها الفلوس وبس، دي تتمنى تقلع عينيها وتديهم لك. المهم نفكر كويس ونسبوكها صح من غير ما تخر المية عشان تدخل عليها وتصدقها يا حاتم. ما تقلقش، ما انتش لوحدك، كلنا هنا هنبقى بنفكر معاك. كل واحد عايز براس اكتر هيبقى معانا، يعني كلنا. فاهم؟
صباح الخير. يا صباح الورد والفل والنرجس والياسمين. ماشي انت كده يا فتوق لدمك. تخشوا برجليكوا اليمين وعمى في عين اللي ما يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي. خير؟ اتفضلوا كل واحده تشوف شغلها. ولا انت وحشكم الخصم؟ ولا الضالين. امين يا رب. طب والله المكتب لايق عليكي اكتر منه الله يرحمه. لايقوني ليه بايه؟ ده انا حاسه ان انا عامله على روحي. ولا باين عليكي. مش لازم يبان يا بنت. انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ اقعدوا اشربوا شاي. مش عارفه انا بعمل ايه. الو الو. ايوه عايزين ثلاثة شاي. مين ايه يا حمار؟ انا شوشيت هانم. جتك داهيه. ده مغرز ايه ده شوشيت هانم؟ هعمل ايه؟ اديني قعدت على الكرسي والراجل ما فطمنيش اعمل ايه؟ طيب هنيل ايه بعد كده؟ ضبشي عشان ما تغرقيش وتفضلي عايم وتوصلي لبر الامان. ايوه يا اختي هسخم ايه يعني؟ اطلبي لي يا سيدي. معيش. انا معايا نمرته. لا انت ما تطلبوش، انت تديها كل الارقام اللي معاك، حتى بوز الاخص نسرين وجوزها، وتجيبيهم لي من تحت طقطيق الارض، اي حد اطلبه، مفهوم؟ طب واتصل بيهم واستنى لما يفتحوا عليا ولا رن عليهم وهم يتصلوا بيا؟ يا نهارك اسود يا شحاته يا اخت الشحات. الله، طب وانا مالي انا؟ انت مش شايف؟ يا بنت يا جاموسه، انت بقيتي غنيه زي يا جاموسه، افهمي. الله يبقى لازم تحوليني خط يا شربات، انا كده رصيدي هيخلص اول باول. انا اضربها بانهي بولغه دي؟ ها؟ يعني دي اعينها ازاي سكرتيره عندي؟ انا هرفدك قبل ما اعينك يا مدهوله. ده بقى فايل الدرايب. ده فايل مهم جدا جدا. اي حاجه بتحصل هنا او في الاتيليه لازم تكون متسجله فيه عشان الضرايب ما بتهزرش. اوكي؟ بعدين احنا اساسا بنخصم. الو؟ ايوه يا فندم مين معايا؟ يا بسمه ازيك؟ شور الدهاني طبعا الدهاني. صباح الانوار. انا سامع على فكره ان الاتيليه النهارده منور جامد. ها؟ لا نايم ايه يا شربوت؟ انا مش نايم، انا هنا في المحل بس بشرح شويه حاجات في الشغل للبنات خالي. هما الاثنين موجودين. شوشات بتصبح عليكم. هما كمان بيصبحوا عليك يا شربوت. ايه خير؟ حاضر حاضر هاجي هاجي حاضر والله. لا مش مشكله خلاص هرجع تاني يعني. طيب انا جاي. سلام. ايه انا جاي؟ ازاي هتروحي؟ ازاي هتمشي؟ مش انت المفروض ده اول يوم لينا وانت بتسلمنا الشغل وبتشرح لنا عن كل حاجه يعني؟ انا بس هروح الاتيليه شويه صغيرين وهرجع على طول. يا سلام، يعني هي اول ما المدام تؤمر حضرتك هتنفذ الاوامر على طول؟ هرجع على طول. يعني النهارده اول يوم لينا هنا فمش المفروض ان انت تسيبنا؟ ايوه هي كمان هناك اول يوم ليها يا نادي، وما ينفعش اسيبها هناك لوحدها، وهرجع على طول. يا سلام، ما تولع هي. احنا اهم، احنا بنات خالك الله يرحمه. هو انا رايح هناك علشان فلوس بنات خالي الله يرحمه. يا رشا شربات ما تعرفش اكتر من شغل الابره، وبعدين هي هناك قاعده على كرسي رئيس مجلس الاداره ومفيش حد معاها هناك في الشركه بيفهم غير سيف. هسيبها مع سيف؟ هي نسرين ما راحتش؟ لا نسرين قالت ان هي عندها مشاوير وبعدين هتروح الاتيليه ابتداء من بكره. يلا انا هتكل على الله ولو وصلتوا اي حاجه كلموني على طول. لا حتى لو ما اتكلمناش معاك انت ترجع على طول وما تنساش نفسك عشان في مشاكل كتير عندنا وانا في حاجات كتير لسه ما فهمتهاش. وانا كمان في برضو حاجات كتير قوي لسه ما فهمتهاش. هرجع على طول. باي ياسين. ايه يعني ايه ما ينفعش؟ يعني ما ينفعش يا نسرين. اشمعنى المره دي يعني اللي مش هينفع؟ هي اول مره يعني؟ ما عشان ما هياش اول مره، بس ممكن تبقى اخر مره. انت المفروض تحمدي ربنا انك قدرتي تحملي تاني، ده كان امل شبه مستحيل بالنسبه لواحده زي. احتمال الحمل لاي واحده اجهرت نفسها اكتر من مره وما ولدتش ولا مره بيبقى شبه مستحيل،
وبعدين انت مش عايزه تجنيني ليه؟ انت مش اتجوزتي خلاص والحمد لله. ايوه اتجوزت وبرده مش عايزه اللي في بطني. اللي في بطني ده لازم ينزل يا عادل. انا ما اقدرش اعمل كده. ليه يعني؟ فهمني. انا ممكن ادفع لك كل اللي انت عايزه، وممكن يعني لو اتعبت مش مساله فلوس ولا عشان صعوبه الحمل بعد كده. انت في نص الشهر الثالث، خطر جدا على حياتك الايجار دلوقتي. لو انت مش خايفه على نفسك، انا خايف على نفسي مسؤوليه زي دي. تفهمي ايه؟ افهم الاحساس اللي انا حاسه بيه ده صح ولا غلط؟ انت حاسه بايه؟ الطريقه اللي بتتكلمي بيها مع ياسين ونظراتكم لبعض وعصبيتك الاوفر لما شكيتي ان هو له دعوه بموضوع الاداره ده، وانبساطك الفظيع لما عرفتي ان شكك مش في محله. انت بتقولي ايه؟ انت يا بنتي مفيش حاجه بيني وبينه اصلا. يعني انت ازاي خيالك يصور لك ان انا ممكن اكون معجبه بياسين؟ انا ازاي ما يصورليش؟ عشان انا مش معجبه بياسين يا ماما. ده فيلم احنا عاملينه على عمتك عشان تصالحه، عشان تحب بنته جميله، وانا مفطماكي بده من الاول. مش ذنب انا بقى ان انا ممثله ممتازه يعني وكويسه كده وتقوم انتي اول واحده تصدقي؟ وما كنتي هتنطي في كرشه من شويه ما عرفتي ان هو قاعد هناك ومش راجع على طول، كنتي بتمثلي على عمته برضه، عمته اللي مش موجوده. ما انتي كمان اكدتي عليه قلت له لازم يرجع وكده. كنت بغلوش عشان ما تكونيش انتي مفضوحه كده. حاولت احسسه ان الموضوع له دعوه بالشغل. الموضوع له دعوه بالشغل؟ امال له دعوه بايه الموضوع؟ بالشغل. بعدين ايه مفضوحه دي؟ ايه مفضوحه؟ مفضوحه جدا. يا بيبي انت فين؟ انا عند الكوافير. ومروحة؟ اه. كويس قوي. بقولك يا نيسو، انا عايزك اليومين دول تخلي بالك شوية من عمتك عواطف، لان انا ملاحظ انها بتتودود كتير لحاتم، فمش عايزك تسيبيهم خالص النهاردة. لازم نعرف النهاردة هما بيتكلموا في ايه. الو الو نعم. ايوه سيف، انا ياسين. بقول لك ايه، مدام بسمة هتجيلك دلوقتي عشان تعمل لها عقده. الايه؟ المسمى الوظيفي؟ مديرة مكتب رئيس مجلس الاداره. لا سيب خانه الاجر فاضيه، مدام شوشيت هي اللي هتحددها. لا مش مهم، مش مهم عقدي انا بعدين، مش مشكله. طيب تمام، مع السلامه. بسومة، انت معاكي رقم قومي؟ اه. طيب روحي لسيف المكتب بتاعه وهاتي العقد وتعالي. حاضر. ايه بقى يا قمر؟ ايه اللي قلقك؟ امال ايه اللي مش قلقني يا اخويا؟ انا مش فاكره ولا كلمه من اللي خالك قالها لي الله يرحمه. وبعدين عامله نفسي جامده وشجيعه وفارده صدري قوي. الكرسي ده واسع قوي عليا، ما اقدرش عليه. بعدين تصدق انك انت لو قلت لي قدامي ابره وفتله دلوقتي عليا النعمه ما اعرف. طب وايه الغريب في كده يا شربات؟ ما هو ده طبيعي. طبيعي ايه؟ بعد ما اعمل 7 سباع قدام امك وخالك وعيلتك كلها اغرقها؟ ومين بس قالك ان انت هتغرقيها؟ الله، امال انا معاكي بعمل ايه؟
وصناديلي ده معاكي بيعمل ايه؟ يكونش صدقت ان حكايه السكرتيره ومدير الاعمال ده، انا بس كده هو بدعي ربنا ان هو يسبل ستره علينا والسفينه اللي احنا لقينا روحنا راكبينها دي هي تعدي بينا وخلاص. شربات، انا مع خاله الله يرحمه في الشغلانه ديت من وانا عيل صغير، تمام؟ وكان مشربني الشغلانه صح، وقبل ما يمسكني بحال المهندسين دوت كان عاملني الولا بليه، وكان مخليني اشتغل في كل خرم ابره ممكن تتوقعي سواء هنا او في المصنع. عشان كده انا مش عايزاك تغيب عن عيني دقيقه واحده، وحياه بنتك ما تغيب عني دقيقه. ما تخافيش مش هغيب عنك خالص، بس ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا. ممكن تديني يومين ثلاثه بس افهم فيهم رشا وناديه امور الشغل في المحل والجو دوت، وبعد كده هتلاقيني لازق لك ليل نهار. يسترك وما يفضحك يا ياسين يا رب يا ابن عواطف، مع ان انا مش عارفه عواطف دي جابتك ازاي. والله امي دي طيبه. طيبه؟ بقول لك ايه، سك على السيره، ما هي برضك امك، اذا كانت امك طيبه انا ابقى ايه؟ ده انا ابقى ملاك. الله، طيبه. ايه؟ شكلك كده نفسك تقول حاجه، مالك؟ عايز تقول ايه؟ عايز تشتكي لي من امك؟ لا خالص بالعكس، ده هي حتى كمان راضيه عني اليومين دول. طب يا واد في ايه؟ ما تتكلم، عينيك تايهه. اتكلم قبل ما البيتش بس ما تيجي. الله، هو موضوع كده يا شربات، هو مش موضوع، هو سر، سر كبير قوي وقديم، بقاله يمكن 10 سنين تقريبا، ومحدش كان يعرف عنه حاجه خالص غير انا وخاله الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. سر ايه؟ اوعك يا واد تتملى على خالك وتقول انك انت اللي كنت بترسم الرسومات وهو كان بيدفع لك ثمنها وثمن سكوتك. اوعى. حكالي وقال لي وما كانش عايز يظلمك ولا في حياته ولا بعد مماته، عشان كده عايزك انت اللي تكمل المشوار. امال اسم حكيم يرن في ودان النسوان ازاي؟ بجد؟ اوعى يا جنبي. الله يرحمه. انا بقى اللي ليا طلب عندك. أمري. يعني انت اللي هتعمل الرسومات وهتكتب اسمك عليها، خلاص؟ بس ندفن السر بتاع خالك معاه، ده ربنا ستر طول العمر، احنا ما نجيش نرضى. ما تكمليش يا شربات، ما تكمليش، ملوش لزوم اصلا. اذا كنت عمري ما حكيت حاجه عن الموضوع دوت الا الجميله مراتي الله يرحمها، وهو كان عايش وحقي كان مهضوم، معقوله احكيه بعد ما مات واسمي هينزل على الشغل؟ راجل من ظهر الراجل. ينفع اقوم ابوسك ولا في كاميرات في المكان ولا ايه؟ تعالى يا واد بوسني من خدي على طول، ما تفكرش. يخليك ليا يا رب يا حبيبي. الف مبروك، خطك حلو قوي. شكرا. على فكره انا ما عرفتكيش الصبح وانت داخله مع مدام شوشت، انت كنت مخبيه جمال ده كله فين؟ وانا جي ايه في جمال مدام نسرين؟ وكمان متواضع. شكرا يا مستر سيف على المجامله الحلوه دي. عموما انا هقول شوشت هنا مع الكلام الحلو ده، وحمدي كمان. الله، انتوا صالحتوا؟ نعم. انت وحمدي صالحتوا؟ انا قصدي يعني لو عايزاني اتدخل عشان اصالحكوا انا ممكن اشدلك ودانه وافهمه واوعيه انه لما يكون متجوز حته الماس زي كده ما ينفعش يعمل حاجه غير ان هو يحافظ عليها ويحميها. هو حكي لك؟ بصي يا بوسي، حمدي ده اخويا الصغير، يعني لو ممكن اقول لك يا بوسي. لا مش ممكن يا مستر سيف، انا بحب اسمه بسمة، والاحلى والاحلى مدام بسمة يا مستر سيف. على العموم برضو انا تحت امرك في اي حاجه يا مدام بسمة. كده داهيه في تقول دمك. مع السلامه.